فيكم ببيتي الجديد. أول شيء ببيتنا هاد هو إنه عنا بابين مثل بيتنا القديم. هون عنا الحديقة. تفضلوا. الحديقة هي عبارة عن حديقة لأي عائلة سورية، يعني بتعرفوا الحوش؟ الحوش عنا بالبيت بسوريا، هون نفس الشيء، تعالوا فرجيكم شو عنا. أول شيء عنا المرجوحات للأطفال، يعني إذا بتجي بنت خالي بتلعب عنا، إذا سيدرا مالة بتلعب، إذا شيرين، إذا شهد خطيبة شيرو بتجي بتلعب عن كلهم، يعني كل الأطفال عنا بالعيلة. وأنتِ يعني أنتِ قلتي كل البنات ما عدا أنتِ. إيه. هون عنا للناس الأكبر، فهمت شلون؟ الواعيين أكثر، الواعيين. الشباب. الشباب. هون عنا طاولة البينج بونج اللي نحن بنلعب فيها بينج بونج، مثلا انا رامي بس انا ورامي. احذر مين جاب هاي هدية؟ من مين؟ انتي؟ نو اسامة جاب لنا هاي للبيت كهاوس ورمينج جيفت، سو ثانك يو اوسي، عم نتسلى كثير فيها. في بصل. في بصل كم اون، يعني معقول حوش ما فيه بصل؟ لازم يكون في بصل. اوكي سو بيتر قال لي انه بالفيديو حنضل نفتح ابواب، انه هي كرييتيف. هيك هابي؟ جود. وهون عندنا بحس اهم مكان بالبيت. واو كرياتيفيتي كرياتيفيتي، مو معقول دايركتور، مو معقول نتفليكس. ما بدي احكي شيء قبل ما نقول اي شيء. اقعد اقعد. اوكي سو قبل ما نكمل الفيديو هلا ببين اعلان. لا هو مو اعلان، رح اقول لكم شيء يعني. بس كلكم بتعرفوا انه انا صار لي تقريبا عايشه بدبي 6 سنين، وهال 6 سنين كنت عايشه فيهم لحالي، سو كان عندي بيتي لحالي، اغراضي لحالي، الديكور كل شيء انا بعمله، وكان على طول بيتي مرتب. احنا في مشاهد طالع معنا في الفيديو علي. خالص سوزان اعملي هيك بس. سو كان كل شيء بتحسوه صغير ململم مرتب اكثر، فهلا صار عنا بيت عائله. سو البيت اللي حتشوفوه اليوم ما له بيت نارين بيوتي، نارينز بيوتي قصدي، هو بيت العائله بيوتي، يعني العائله الكريمه كلياتها، يعني بيوتي فاميلي. يعني كيف مثلا انتم ببيت عائلتكم كلياتكم بالبيت، بطل في ايام زمان فرجيكم بيوتي شوت وانه شوفوا الشمعه هون وشوفوا، لا هدول كلهم راحوا. يمكن عملهم بيت جوزي. نبلنا قد ايه نجهز البيت؟ والله هو مش جاهز يعني هون عنا الاربع مرايا هدلون اللي كانوا من ذوق واختيار شيرين، حبينا نحطهم هيك كمثل ديكور على الحيط. هلا عم تاكلي؟ ليش في شيء؟ لا مش عم تاكلي؟ صحة. وهون عنا هي الزرعة الحلوة اللي انا اشتريتها، ولا ماما اشتريتها، وجبنا هدول الحجرات لحتى وسخين لحتى نحطهم هيك، يعني هيك ديكور، فهمتوا شلون؟ هون عنا طاولة الأكل. سو هالمرة طاولة الأكل طويلة وكبيرة، يعني أول بيت إلي ما كان في طاولة أكل، ثاني بيت إلي كمان ما كان في طاولة أكل، ثالث بيت إلي في طاولة أكل بس 4 أشخاص، هلأ صار 8 أشخاص طاولة الأكل، الحمد لله يعني ما شاء الله. هيك أنا بقعد هون وبقول نحن اجتمعنا اليوم لحتى نتناقش ب اخر انباء البيتكوين. كثير حلوه لانه هدول خشب شايفين وحديد وفي فوقه ازاز، وهدول هن الكراسي الكيوت اللي عندنا. وهون هو الصالون، الصالون والمطبخ وطاوله الاكل كلهم مفتوحين على بعض، هذا السبب اللي خلانا ناخذ هذا البيت لانه كثير شرح، يعني هيك كل شيء هيك مفتوح مفتوح مفتوح. هون عندنا التلفزيون، وهون عندنا طاولة التلفزيون. سو هالمرة بهالبيت حبينا نعمل مثل ديكور غريب عن اللي بنعمله من قبل، انه بس طاولة تلفزيون وهيك، لا حبينا نعمل هي اللي هي جبس، يعني ما فيها سحابات ما فيها شيء، بس هيك سوبر سمبل ورا الحيط، وفي تحت حاطين هدول هدول بس هدول، يعني بس من هون لهون روح في ايده هدول. طب شيليهم يعني شليهم. يعني شيرو كان بده يظبط الاسلاك، ايه ما زبطهم. طيب هون عندنا شجره زيتون، هي اتوقع احلى شيء بالبيت كلياته، طبعا هي ما انا اصلي يعني هي فيك، كل ما بشوفها بحس بتذكر الضيعه، بتذكر سوريا، فهيك بحب انه هي موجوده بالبيت. وهون كمان نفس الشيء عندنا هي الفازه اللي كثير 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 كبيره، وهون عندنا سجاده اشتريناها انا وبيتر ب 800 درهم. اوكي سو هدول الصفايات هن نفسهم كانوا موجودين ببيتي القديم، بس اللي عملته هو اني رحت ونجدتهم، يعني بدل ما
اشتري غير صوفيات، رحت وغيرت لونهم وعملتهم ابيض، وكمان فصلت وحده ثالثه فوتو كوبي مثلهم. تمت ندم حياتي. ندم حياتي. انا حطيت اللي فوقي واللي تحتي حق هالصوفيات ببيتي اللي قبل هاد. راح الزلمه فصل لي مثلهم بيمكن 10% من حقهم. يعني ضحك عليك لما اشتريتي؟ ايه. تعالوا تعالوا، طب انتوا واقفين فين يعني؟ ايه والله عملكم بيت عيله يا جماعه، بيت عيله. اوكي سو جلال، اماني اماني جلال جلال. يعني برو انا قلت لك دقوا، ثواني ثواني. انا قلت لك دقوا امبارحه. هلا عم بصور برو، نحن لايف. انت ايه بس المهم المفروض انه نحن نكمل الصور اللي على الحيط. اوكي المهم هاي هي الصوفاي اللي فصلناها، اللي مثل الصوفايات القديمه، ما بتعرفوا انه هن الجداد والقدام. صراحه هاي من بيتي القديم، وهون انا وسيدرا عملنا هالقصص اللي هن يعني حركات بركات، انه شوفونا نحن نيويورك جيرل واي اس ام. ايد ماسكه ايد، بس مو ماسكه الايد، يعني هي ماسكه الايد بس مو ماسكه الايد. فهمتوا شلون؟ انا عندي سؤال. ها. انا شفتك بتطبخي 3 مرات حياتي. اكثر في حياتي، منهم مره كان الناس تروح مستشفى بجد يعني. طيب فاكراها صح؟ صح. لما كان الاكل لا اله لا لا لا، كان اكل عصافير. يس. مره انا عزمت رامي واخته لرامي لعنا على البيت، وطبخت لهم بشاميل، معكروني بشاميل، طبخت لهم دجاج بالفرن، وطبخت لهم فريكه. الفريكه اللي انا اشتريتها طلعت اكل عصافير، يعني هي ما انا جاهزه للطبخ، وانا اطبخ فيها ورامي ياكل وهي مو طيبه، وهو يقول اطيبه. المهم هذا هو مطبخنا المتواضع، اسود على بني، كثير نظيف، يعني على طول مطبخنا هيك على طول. بس سؤال هلا عم تعملي جوله ببيتي؟ ايه. شو اكثر فيديو جوله ببيتي استمتعت فيه انت عم تعملي؟ بيتي الاول. اول واحد. هلا خلوا على بيتي. هون عندنا الشيء اللي بيتنا مشهور فيه، واللي هو صور العيلة. هالمرة البيت الحيط أكبر، اضطرينا إنه ناخد أو نطبع صور أكثر. لسه ما علقناهم، رح نعلقهم بس ليفضل جلالي. هي بس دي الصورة الوحيدة اللي اتحطت. هي أنا إيه، بس إنه أنا طبعت الصور، قلت لهم بس حطوا هي وبعدين ركبوا اللي بدكم إياه. وجلال وسيدرا حطيناها جديدة لما راحت على كأس العالم، حطينا أنا وسيدرا وشيرين لما صرنا وجه لماكس، شير وجلال لما كانوا صغار. هي أنا وخطيبي. أصغر صورة. تواضع. مش لازم يعني حمام، يعني في حمام حمام الناس تشوف في حمام حمام. سو هون مثل ما شايفين هو درج البيت. سو سيدرا من هي صغيرة بتحب يكون عندها درج ببيتنا، ف يعني في درج. وهون عندنا اللوحات اللي اي ثينك رح اخذ معي على بيت زوجي. هون في عندنا تليفون. هلو الو ابرو، يعني مين مركب تليفون وين؟ يعني بسمعك من هون. اوكي شوف غرفه فاضيه، خلينا نستغل الفرصه ونفرجيكم غرفه سيدرا. طبعا سيدرا كثير كانت ضد انه نصور فيديو جوله البيت، بس قلت لها سيدرا انه يعني نحن هاد بيت العيله، يعني قد ما نحاول نرتبه ما حيترتب، فخلص رح اصور. فهون عنا عطورات سيدرا، يعني سيدرا اكثر وحده مزوقه عنا بالبيت ما شاء الله. وهاد تحكي القديم، اسمعوا يا الله شو بدي اقول لكم. لا لكم بس المشكله انه بيتي القديم كل شيء جبته على البيت كان نادر. اوكي نادر اتات، هذا كان المطرب اللي حتى هي يعني كوبي بيست، وحتى هي هون فصلنا لسيدرا هي المجموعة اللي بتحط فيها مكياجة أغراضة. هي هلا ما حاطة فيهم شيء لأنه لسه سيدرا ما سكنت بالغرفة، هي بتنام معي وخالتي بتنام هون. والشيء الحلو بهالبيت إنه كل غرف النوم فيها بلكون. أندرتيكر. مشكلة. لا أمان لا. شوفوا جمال الأوضة.
سو هون صورة جيزي. هاي الصورة بعد شهر أعظم شخص في كرة الأرضية حيوقع عليها. هاي غرفة جلال وشيرو، هاد تخت جلال، هاد تخت شيرو، هون الكمبيوتر، هون لبس جلال، وهون تلفزيون وبس والله. وهون عنا الممر اللي بيوصلنا للغرف. هون عنا والله هون ولا مرة طلعت بتعرفوا، بخاف أطلع على فكرة كبير فوق. ما بعرف بلكم أنا ورامي منعمر فوق. وين بتقول غرفتي ولا غرفة شيري؟ غرفتك مفتوحة. يلا يلا استنى. تصور شيء بيتر. اوكي هاي لسه عم بستنى الخزانة تيجي، ما وصلت. سو هون هي غرفتي المتواضعة. هون مثل ما شايفين عملنا نفس، قصدي انا ما عملت نفس، الدرسيدرا عملت مثلي. سو قلت بدي احط هاي الطاولة، احط فيها اكسسواراتي وكل شيء، لانه عبالي ركب تلفزيون بغرفتي الجديدة. سو جبنا هاي فصلناها وحطين فيها اكسسوارات، شغلات هيك يعني شغلات عادية، وحطيت تلفزيون، وكان اي ثينك من اعظم الشغلات اللي عملتها بحياتي، لانه تخيلوا معي انا هون بكون هيك وفي هيك تلفزيون. هون عندنا القرآن الكريم، هون عندي كتب انا بقراها، هون عندي محل ما بعمل ميك اب. اكشلي شوفوا هاي هيك. اوكي سو هون بعمل الميك اب، وهون بحط هيك شغلات، هون عندي عصوراتي انا وسدرا نفس الشيء غرفنا. بس انت عندك اكثر. انا عندي اكثر، انا ما شفت اصلا انت شو عندي. نو ذس از نثينج. انت عندك مخبيات؟ انا عندي ادمان عطور، عندي بوكسات فوق بقف افرجيك، هاد كله عطورات وكلهم بالكراتين. اوكي بس ما تقول لحدا. كل عطورات؟ ايه. طب دول مخليهم انت لاولادك يعني؟ ما بعرف. حطهم مخبيهم من الناس ليه؟ بحب عطوراتي. هتوصلي لهم ازاي؟ كمان مرة، اخر مرة. You can do it. شيرين مرضانة، وهلا رح نفرجيكم غرفة شيرين. هون خزانة شيرين، تخت شيرين، شيرين. عملي باي شيرين بإيدك محلك. هون عنا الميك اب ستيشن تبعي شيرين، محل ما بتعمل ميك اب. هون عندها القرآن الكريم. هون عند هون عندها عطورات. اوكي عندي بلكون. وعندها بلكون. عندك بلكون؟ عندها بلكون. شوفوا شيرين مخبيه شيء هون. اوكي سو شوفوا عندنا كمان بلكون، شوفوا هيك حتى مخبين شيء هون. نكون وصلنا لنهاية الفيديو. خبروني شو رأيكم بالبيت، إذا حبيتوا بيت العائلة أو لا. مثل ما شفتوا البيت جدا متواضع وجدا بيشبهنا كلياتنا نحن المجانين. وإذا حبيتوا الفيديو بدي أقول حطوا لايك، اشتركوا بالقناة وفعلوا الجرس حتى ما تفوتوا كل الفيديوهات اللي عم أنشر لكم إياها. بدي أقول أنا بحبكم كتير 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 كتير، واستنوني بفيديو جديد. باي باي. هاي للشيرين الكبية.